إنني أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وفي المدينة التي أعيش فيها العمل يمنح لكل شخص متزوج بيتاً للسكن، وذلك بأن يستأجر للشخص منزلاً ويدفع الثمن لصاحب المنزل من قبل العمل، وأنا أعيش مع أهلي جميعاً أنا وزوجتي ولا أريد الخروج عنهم، فهل يجوز أن أستغل هذا السكن وأطلبه ولا أسكن فيه، علماً بأن هذا البيت يكون ملكاً لأخي البيت الذي أسكن فيه أو أحد أقاربي، واشترط علي بأن آخذ أكثر من نصف الأجار مثلا، فهل يجوز ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب النظام. إذا كان النظام يسمح بهذا، أن تأخذ البيت وأنت لست بحاجة إليه فتؤجره أو تسكن فيه من شئت من أقاربك، إذا كان النظام يسمح بهذا فلا بأس. أما إذا كان النظام لا يسمح بهذا وإنما يشترط أن تكون محتاجا إلى البيت وأن تسكن فيه، فإن هذا لا يجوز.